اهلا بيكو في قناتكم، قناة هيلب مي تو وين، مع فيديو جديد وفيديو كلنا محتاجينه، وهو موقع البيكو واقع. وهنتكلم عن الخدمات اللي هي الخاصة بإعادة أبفوت. وكتير مننا بتواجه مشكلة بتكون كبيرة جدا، وهي ان الاكاونت بتاعك بتعمل له شادو بان بدون ما حد ما يبعت لك ويقول لك شيء. والجديد في الموقع اللي هو الريدت ان بتعمل لك حاجة بنسميها السسبنت. نزود كده السكيل، بيقول لك ان يور اكاونت زي ما شايفين هنا هاز بين سسبنت. الاكاونت بتاعك هتعمل له عملية سسبنت، وبالتالي هتقوم بعملية التصويت. مش هيبقى تصويت سواء الاب فوت او الداون فوت، مش هيقبل معاك، وده مشكلة بتواجه اغلبنا. في هذا الفيديو ان شاء الله هقول لكم ازاي نبني حساب قوي جدا، صعب ان هو يتعمل له شادو بان، وصعب ان يتعمل له السسبنت. والحساب ده هياخد منك 3 ايام شغل فقط، ان انت هتحصل على الكارما حوالي 2500 كارما الى 3000. وفي هذه القيمة صعب حد من المشرفين الماسكين موقع ريدت ان هو يعمل لك شادو بان او يعمل لك سسبنت، فقط بيقوم بتنبيهك من خلال الرسائل الخاصة الموجودة بالموقع اللي هي النوتيفيكيشن. تمام، وازاي هنقوم بعمل هذا الشيء وبدون ما نطول عليكم لمدة الكلام. تابعونا بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكم من جديد بعد الفاصل. احنا فتحنا قدامكم موقع البيكو واقع. تمام، هتلاحظوا ان في مهمات، والمهمات دي مكتوب عليها فيتر. المهمات دي هي مهمات مثبتة فيكسد. يعني ايه مهمة مثبتة؟ بمعنى اصح انا كصاحب عمل حطيت بوست عن الافوت لإيديت، جه حد تاني حط بوست هيكون قبل مني، وبالتالي البوست بتاعي ممكن يكون في الصفحة التانية او في الصفحة التالتة من التسقيص او من المهمات الموجودة على الموقع. فعايز اثبت، هيجي بعد مني ما عملش تثبيت هينزل تحت مني بالظبط. وده اللي هي مواضيع المثبتة اللي انتوا شايفينها قدامكم، في مقابل مبلغ بيكون زهيد جدا وانت بتدفع الفلوس. فده الحاجة الجديدة اللي عملها الموقع اللي هو ريدت. لو جينا للمهمات، طبعا ناس كتير جدا قالت ان الموقع اتخذ اجراءات يعني زود المهمات الخاصة بريدت، ولكن للأسف لا، الموضوع مش كده. لو جينا هنا على الكاتيجوري وضغطنا على ريدت وهنبص، هتلاقي ان في مهمات كتير جدا موجودة. يعني العدد ده في التوقيت انا بسجل في الفيديو مكنتش بتلاقي الا مهمة او اتنين اقصاها. طب ليه المهمات دي كلها بتكون موجودة يا شباب؟ المهمات دي موجودة لان طبعا الحساب اللي هو ايديت بدأ يتخذ اجراءات بتكون شهيرة جدا اللي هي عمليات التصويت. يعني هنا مثلا عامل احد هذا الحساب عامل 1600. في ال 1600 دول في خلال 5 دقايق مستحيل حد يجيب 1600 فوت على ريدت. وبالتالي ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان احد المشرفين الموجودين على موقع ريدت بيقوم بانه يجيب ال 1600 دول لو شك في الحساب او قام احد بالابلاغ. طب ازاي هيقوم حد بالابلاغ؟ بمعنى اصح انا قمت بتنفيذ مهمه لهذا الامبلوير اللي هو الموظف. الموظف ده مثلا اللي هو اسمه الدارك بهاتي كذا 007. الموظف ده انا قمت بعملية الافوت وحطيت له كل شيء، وجه هو قال لي لا بأي حجة من الحجج، وقال لك ان شغلك بتكون مش مظبوط، وبالتالي افض لي العملية. وبالتالي هتلاقي هنا عند العداد ده هتلاقي هنا في حوالي 20 ثانية نتيجة خطأ في تنفيذ المهمة. وده شرط جزائي ما بين المهمة الأولى والمهمة التانية اللي بنسميها البنالتي. فالمهم هنا تمام، فأنا باجي طبعا وعمل لي الكلام ده. لو أنت كلمت خدمة الدعم الفني للموقع اللي هو البيكو واقع مفيش حد هيسأل عنك، وممكن يحجبوا حسابك لو أنت حاولت تتواصل معاهم كل شوية. وبالتالي إن الناس بتعمل إيه؟ الناس بتيجي يقول خلاص أنت ضيع، عملت لك الشغلانة بتكون مظبوطة، ولكن انت قمت ان انت ضيعتها لي. وبالتالي بيقوم داخل على موقع اللي هو ايديت ويقوم بالابلاغ عنه ان هو بيعمل له الداون فوت. ده اول نقطة. والنقطة التانية بيبلغ على ان هو حاطط موقع او حاطط اعلان على البيكو واكر وانه جايبه من موقع البيكو واكر. بيجي بعد كده المشرف الموقع الموجود في موقع اللي هو ايديت، بيجي هنا بمنتهى البساطة يقوم داخل على
التصويتات. هنا ال 1600 طبعا الاسامي كلهم بتكون موجوده، بيشوف الاي بي جاي منين. الاي بي جاي من موقع اللي هو البيكواك، فبيقوم جاي على ال 1600 دول اللي قاموا بعمليه التصويت ويعمل لهم كلهم سسبند. في البدايه كان بيتعمل شادو بان، ولكن مع زياده الاعداد في كل مدى فاصبح انه بيعمل سسبند. يعني ايه سسبند؟ الشادو بان ان انت ممكن تعمل ابفوت وهيبان عندك ان انت عملت ابفوت وهيكون ثابت معاك، ولكن السسبند زي ما انتم شايفين الابفوت مش ثابت معاك والداون فوت مش هيكون ثابت معاك، تمام. وده للحسابات اللي عندها اقل من 2500 كارما. يبقى انا 2500 كارما في اقل، يعني اقل من 2500 بيتعمل له اللي هو سسبند زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين كده بالظبط. طب الحل ايه؟ يعني لو جينا هنا مثلا الحساب اللي هو بتاعي اللي هو تعمله سسبند، وجينا للاكونت الاكونت بتاعنا وقلتك ان هو تم تعليق دي قفل حسابك اللي انت نشاط بيكون عالي جدا في خدمات اللي هي قالت. طيب وده حاجات هتقرأها لو دخلت على موقع هتلاقي الحاجات دي كلها موجودة. هو قال لك ان انت لو قعدت عملية تعيين للباسورد بتاعك هيشتغل معاك فعلا، قمت بهذه العملية ولم يقوموا بتفعيل الحساب بقالنا يومين او 3 ايام. هنا هتجد هنا جزئية هنا بتكون مهمة جدا تاخدوا بالكم منها. اللي عايز بقى بيبلغ بيقوم داخل هنا على الصفحة دي وبصوا كده ان هو تيو بورت فوت بليز فيزيت كذا. يعني لو انا عايز ان انت تبلغ عن تصويت ظهر هذه الصفحة، خش على الصفحة حط اللينك وتحط اسم موظف واسم الاكونت بتاعه والموضوع بتاع البوست اللي هو تصويتات وسكرين شوتات. يعني يكفي سكرين شوت من هذا الموقع وليكن مثلا هذه المهمة. خلصت مع نشوف مهمة تانية. لو جينا مثلا المهمة وسكرين شوت لهذه المهمة و2700 دول سكرين شوت واسم الموظف اللي هو قام بهذه العملية، واجي على الموقع اللي هو هيدت واقول له اتفضل يا باشا الحاجة موجودة هي في صفحة البلاغ، وهيشوف ان هو 2700 دول ان هيلاقي ان ال 2700 اكونت تم الغائهم تماما. يبقى هو بالنسبة لا طيب. طب صاحب اللي هو الموظف اللي حط هذا الموضوع اللي هو فوق ال 2500 كارما كعملة موقع مش بيتحجب، بيتعمل له انذار فقط، تمام، او بيتعمل له سسبند يوم او يومين وبعد كده حسابه بيعود تلقائي من جديد، او يمنعه ان هو يحط بوست جديد لمدة يوم او مدة يومين. ولكن لو الاكونت بتاعك اقل من 2500 كارما اذا بيتعمل لك سسبند نهائي زي اللي اتعمل لي كده بالظبط وزي اللي بيتعمل لكم كده بالظبط. وبالتالي انا اغلبكم بيعمل حساب واتنين وتلاتة. الحاجة التانية من ضمن المشاكل الموجودة في الموقع البيكو واكر قبل ما نشوف الحل بيتم ازاي، هنجد ان المهمات دلوقتي بقت في موضة كبيرة جدا. ان مثلا اقول لك تعمل لي ابفوت لازم يبقى عندك 150 كارما، اعمل لي ابفوت ويكون عندك 60 كارما، اعمل لي كومنت ويكون عندك فوق ال 50 كارما. اصبح ان هو بيحدده. وفي بعض المهمات اللي تكون الافوت اللي بتكون فيها ب 10 سنت وبيطلبوا ان يكون عندك 300 كارما. اذا انت عندك كارما او اتنين لا تكفي لعمل الافوت، لان المستقبل اللي جاي بعد كده والواضح ان هو بيزيد انه هيقول لك اقل من 300 كارما ما تعمليش افوت، وبالتالي هو لغى لك هذه المهمه. المهمه دي ناس كتير كسبت منها وكان بتكسب من 3 دولار ل 5 دولار كل يوم بس من هذه المهمة، لأن عددها بيكون كبير جدا. ده كانت في البداية، ولكن زيادة المهمات اللي انتوا شايفينها وإنها لسه موجودة نتيجة حجب حسابات كتيرة جدا. أنا لو كل يوم حوالي 5000 حساب تم إلغائهم من هذا الموقع وتم عمل لهم سسبند أو شادو بان، خلاص عشان تعمل حساب جديد لازم يقعد معاك 7 أيام ولازم يكون عندك قامة تكفي او 7 ايام، وفي ناس بتقول 30 يوم وفي ناس بتقول 20 يوم في بعض المهمات الموجودة على موقع البيكو واقع. طيب الحل ايه؟ هنشوف الحل دلوقتي ولكن بعد الفصل. اهلا وسهلا بيكم من جديد. طيب الحل ايه؟ الحل بتاعنا بيكون سهل جدا جدا جدا، وان انت هتعمل حساب والحساب هتحصل على 2500 قامة في الحساب ده من يومين او من 3 ايام شغل واقصاها 5 ايام للي هو الكسلان. ولكن ازاي هنقوم بهذه الخطوات؟ اول جزئية هتيجي طبعا بمنتهى البساطة، خلاص حسابك اتقفل هتفتح حساب جديد. يعني هتيجي من حسابك القديم وتقول له لوج اوت
تمام، وبعد كده هتقوم بإنشاء حساب بيكون جديد. خش طبعا على الموقع بعد كده، وهتقوم بعمل حساب جديد من خلال ايميل جديد، من خلال الضغط على الساين اب. انا خلاص طلعت من الحساب القديم الاول، وبعد كده هنضغط على الساين اب بمنتهى البساطة، وهتعمل حساب او اكونت بيكون جديد. تمام، ولكن يفضل في هذا الاسلوب ان انت تعمل 5 اكونت، لان مع الوقت او ال5 اكونت لو حساب اتقفل حسابين اتقفلوا، باقي بيكون شغال معاك. ولو ما اتقفلش ومشيت على النظام اللي احنا هنقول لك عليه، على الاقل هيكون معاك حساب تمام، ممكن يقعد معاك 6 اشهر او 7 اشهر اقدمية. ممكن الحساب ده ما احتجتوش، هتبيعه بمبلغ مالي تمام، بيكون كويس. يعني الحساب اللي بقاله سنة بيتباع حوالي 100 دولار دلوقتي، حسابات ريدت، وما تكونش واخد شادو بان او اي مخالفات لو انت حبيت تبيع الحساب. والمنصات اللي انا قلت لكم عليها قبل كده كان في فيديوهات سابقة، وهتلاقوها في صندوق الوصف ان شاء الله لازاي تبيع حسابات. المهم دلوقتي ان انت هتفتح حساب جديد، فتحت اكونت جديد والدنيا بقت تمام معاك، خلاص يبقى انا كونتينيو وافتح حساب جديد. فتحت حساب جديد، هتقوم عامل بوست، والبوست ده هتحطه في الصفحة بتاعتك او في البروفايل بتاعك بمنتهى البساطة. وليكن مثلا بوست من افضل قناة، مثلا افضل قناة مثلا للسياحة ومعالم السياحية، قناة كذا، وحط اللينك وحط بوست، اي بوست عادي جدا. طيب ازاي هنحصل على القائمة ال2500 القائمة؟ هتيجي هنا على موقع اتعاملنا معاه قبل كده، وهو موقع الاد مي فاست. هتقول لي هو الاد مي فاست هو الحل؟ الاد مي فاست هو بالطبع هو الحل. هتعمل لوج ان على هذا الموقع، فتح لك الموقع هنا. وطبعا النقاط بتكون سهلة، انك فيسبوك او تويتر او تيك توك، او تعمل سبسكرايب او فولو او هتحصل على مجموعة كبيرة جدا من النقاط. وممكن اليوم الواحد تعمل منه حوالي 10,000 نقطة، في ناس بتعمل 20,000، في 30,000، حسب وقتك، حسب مجهودك، حسب شغلك. هتيجي هنا، على كلمة الاد، شايفينها هنا على اليمين كلمة اد دي، انا اضغط على كلمة الاد. طبعا بعد ما حصلت على مجموعة كبيرة جدا من النقاط، ونيجي هنا على التايب، هو هتكتب له تمام اللي هو الريدت، فين فين المهمات اهي، في اللي هي الافوت والورد وايد العالمي. لو انت حبيت تحدد ايه، شيل الورد وايد، وهنا بتحدد انت عايزها من اي دولة، 5 دول، 6 دول، 7 دول، زي ما انت عايز. وورد وايد خلاص ما تحتاجش تحدد. هتيجي هنا للعنوان بتاع البوست، عايز تكسب، عايز تشوف قناة جيدة على اليوتيوب، حط اي بوست، ده التايتل. يو ار ال اللي هو موجود فوق هنا بتاع ريديت هتلاقيه موجود. وهتيجي هنا هتحط مثلا سي بي سي، ولكن بدل ما انت عامله عالمي خليه 18، لكل ابوت هياخد 18 نقطة. هنعمل لك الحد الادنى المينيمم 5 لحد 50، انا حطيته 18. وهنا هتضغط على الاون وتقول انا عايز هنا. طبعا مش هنعمل كلهم في يوم واحد، حتى لو معاك النقاط خليك لحد كل يوم هنعمل 500. يبقى انا 500 كل يوم في 5 ايام تمام، هيعملوا نقط بتكون جدا، لان هنا موقع الريدت بيحسب ان كل واحد افوت بيديك واحد قامة قصاده. يعني ما كل واحد هنا، يعني هنا ال 500 دول، وجيت هنا عملت سيف تشينج، ال 500 دول في خلال ساعتين او 3 ساعات هيجوا لك، وهيبقى معاك 500 قامة. ما تجيش في نفس اليوم هتقوم عامل 500 قائمة تانيين عشان ما يشكوش في الحساب بتاعك وتاخد سسبنت. احنا بنبني حساب، اليوم اللي بعده نعمل 500، اليوم اللي بعده 500 تمام. طب هتدفع لنا مبلغ قد ايه بالنسبة للنقاط؟ ال 500 هنا في ال 18، اضرب ضيف دي وشوف النقاط ده هتكفي او لا. مش هتكفي، تحاول انك تكملها، خليها 400، خليها 250، زي ما انت عايز، وتضغط على السيف تشينج. يبقى كل واحد فوت هنا هيجي لك قصاده واحد قامه، بمعنى اصح انت عملت حساب قوي 3000 قامه تمام، وبالتالي حسابك مش هيحصل له سسبنت، مش هيحصل له اي شيء. والحاجه التانية بالنسبه للمهمات، عشان موضوع الشك بالنسبه لمهمات ريدت، ان انت هتعمل مهمه واحده كل 10 دقائق، بمعنى اصح هتعمل من 5 إلى 6 مهمات في الساعة، حتى لو عندك مليون مهمة. ده نقطة بتكون مهمة جدا، ما تعملش مهمات كتير أو أبفوت بيكون كتير. يعني أنا عن نفسي في الحساب اللي هو الخاص بيا الخاص وما اتحذفش منه حتى هذه اللحظة، أنا بعمل حوالي 3 مهمات كل ساعة. أنا بشتغل المهمات العادية كلها، وباجي على الحساب بعمل 3 مهمات بس كل ساعة.
تمام. وعندي حساب تاني بقوم عامل 3 مهمات كل ساعة، ولكن من حساب تاني ومن متصفح تاني، وحط كلمة متصفح تاني دي تحتها 1000000 خط. ما ينفعش تعمل حسابين على نفس المتصفح، يبقى عندك متصفح تاني وتعمل 3 مهمات. لو عملنا 6 مهمات في الساعة ب20 سنت، شيء بيكون جميل جدا ومميز جدا. وخلي بالكوا الموضة اللي جاية والأيام اللي جاية هتلاقي إن في شروط الأفوض في هذه المهمات هيتطلب منك 50 و100 و150 200 قامة، ولازم يكون عندك حساب قوي تقدر تشتغل عليه. وبكده تكون انتهت المشكلة بتاعتنا وحل المشكلة بتاعتنا. أي أسئلة سيبها لي في صندوق في التعليقات، وفي صندوق الوصف هسيب لكم اللينكات. وأتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.